سلومة، سأدخل لك في الموضوع مباشرة كما اعتدت من الوضوح. تفضل خش. قصدتني الأختان أم سوكا ونوال. خير إن شاء الله. كل خير إن شاء الله. شوف يا معلم سلومة، شرعاً اليمين الذي رميته على الأخت نوال بالأمس يسمى بالطلاق المعلق. لماذا؟ لأنك علقته بدخولها البيت، وهذا اليمين لا يعد طلاقاً في الراجح من آراء الجمهور، ويمكنك التحلل منه بصيام 3 أيام. وبمجرد التحلل منه فالأخت نوال زوجتك، ويجوز لك مواقعتها إن شئت. يفتح الله يا مولانا، أنا خلاص شطبت. معناته إيه الكلام ده يا سلوم؟ بجاية الشيخ فوق دماغي من فوق، وشرف كبير ليا. بس يا مولانا زي ما علمتنا، الجواز قبول وإيجاب، وأنا لا قابلها ولا عاوز جوابها بصراحة كده. أنا ناوي أتجوز. يا حلوة قوي. دي أقل حاجة. بس حلوة قوي يا مروان. ما تغيري الترك اللي انت عمالك تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانيه. هقول لك ليه؟ ما انت جاهل. ما تصل كنت بتعرفي تركي زيي كان زمانك فاهمه ومستمتع. هو ده تركي يعني؟ امال ايه؟ لو انت وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف. اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيه، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على تركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمة، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت يكون برنس سلوكة بتاعك. قوم افتح عشان اخلص منك بس. يا بنت بطلي المندبه اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين، بس خلينا في المصيبه القريبه دلوقتي. احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لاهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبه تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه، ولا ضربك ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه، وبعدين يضربوكي برصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره؟ اللي اخدته القرعه تاخده من الشعور. يا اخت نوال بارك الله فيكي. شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال ان ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل. وامننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا ان نؤمن بكل ما جاء به. وايات التعدد وردت في القران في السوره المسماه باسم النساء. ولهذا يا اخت نوال واجب عليك
حين يبلغك المعلم سلومة برغبته في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعاً وطاعاً. يا شيخ ناصر انزل يا أخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عملت زيها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مكنة يعني تحط جتتها فيها ها عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أراه يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوالة شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرايق ولا مش حرايق يا عم الشيخ، أنا سلومة ده فردة شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجالة خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا أنا كمان هشوف حالي وأوقع له يمين الطلاق بتاعه. هو أنا واقعة ولا واقعة؟ ده أنا نوال بردك. أنت نوال بردك، واللي مش عاجبه يحط الصرمة في بقه. بس إيه رأيك يا بت؟ أنت بت طيبة وبت حلال، أنا عرفت لك المكنة اللي هتعودي فيها. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوه عزيزه يا اساتذه. مين دي؟ كوريا يا بابي. الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك. احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، خصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. والنبي انا كنت عايزه اهتم. ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقوله ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقه كلها لما تقعد وسطينا؟ مين الهانم دي؟ الهوانم عيب. المرة الجاية نجيب شوية هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية. مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انتي طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بصي هايدي يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنة. لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة اشكالهم غريبة وتنبسطي. امارات حلوين هم كلهم ناس. انت بتشاور ليه؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. انت متجوز؟ انا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالة كوريا. اهلا وسهلا. انت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله يا ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم لسعد. نجيب له ميه زمزم لسعد. حاضر حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لساعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. انا هدخلك الجامع الليله فقط يا اختي نوال، انت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا استطيع ان امنع اما من اماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. انت بقى تدبقي حالك كده وتقعدي لحد ما نشوف هنعمل ايه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. كتر خيرك يا مسوكه. كتر خيرك يا شيخ ناصر. لما اقصد نوال انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اختي نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر، اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك ياض يا كداكي، ده انت بسبعة ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه برضك المزه قويه وشديده. كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون، هتسدد يا عم. ولا تسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه، دوستين ثلاثه منك وهتلاقيها سلك. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذه هات لي هديه. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجه ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباريه سبع نجوم، انما ايه من بتوعي الحلاوه يا مواطن. قفل الليلة دي واطلع البس الحتة الزفرة وانزلي، هعيشك ليلة ملوكي، ليلة مع طاعون. يلا ياض انجز، أنا قلت لك قبل كده، طاعون ده مش مجرد اسم، ده أسلوب حياة. ماشي. يا هايدي حرام عليك اللي أنت بتعمليه في نفسك ده،
انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اروح اقعد عند عمي، احسن من المكان اللوكال اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شوبه؟ انت احمد بس، احمد بس حبيبتي، ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه، اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. لو انت من بتوعات المراه والحاجات دي يبقى ده انت من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حرمنا ملهمش في الجامعات النسوانيه والحاجات دي خالص. نسوانيه انت بتقولي ايه؟ انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجه، ما تقول لها. وعشان ابوها موجود. كيف يعني يا ست هايدي كيف؟ كيف دي بقى هقول لك عليها واحده بواحده يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب. خطوه بخطوه يعني، انا مش هعرف اعمل حاجه من غيرك. هو انت ناويه تعملي ايه؟ ممكن تفهميني؟ ناويه اعمل حاجه زي الحاجات اللي انا كنت بحبها، ما تقلقيش يا دينا، بس انا يعني احتاج شويه تمويل للمشروع ده يا بابي. انا حبيبتي تحت امرك، اللي انت عايزاه ابعتهولك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، انت عارفه رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، انا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو ايجار المحل وشويه البضاعه اللي هجيبها. هيكون عينها من المحل بتاعي. اتلهي اتلهي. اخرب عقلك انا وام، في ايه؟ ايه يا نوال؟ ايوه يا ابراهيم. في ايه؟ الله مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق عليا اني بكلمك يعني. خلاص يا نوال انا مش فاضيلك. بسال عليك عامل ايه بعد العمليه بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير. انا سلومه كرشني وحلف عليا بالطلاق، ما انا داخله له بيت بعد ما مد ايده عليا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، واخره المتمه قال ايه؟ عايز يتجوز عليا. يتجوز؟ يتجوز مين؟ وانا مش عرفني يا كبداكي، هو انا في مين ولا فين انه هيجيب لي دره؟ طب وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقول له ما تتجوزش على مراتك اللي خطيبتي قفشتني معاها؟ لا يا هيما، انا عايزه اوقع يمين الطلاق واسيب سلومه وابيع سختي وناخد شقه قانون جديد في ايوتها، حته غير الحته النكسه دي. ونتجوز انا وانت. نتجوز؟ انت اتعطلت يا نوال؟ يعني احنا لما نتجوز هنعمل ايه اكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا ابراهيم؟ بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ أنا لو وديتك ولا جبتك يا نوال، فاقد الشيء بيدور عليه، أنت اللي دماغك مودياكي وسايقة العشم قوي، وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة أكبر من اللي قبلها، أنت فين؟ في الميضة بتاعت الجامع، كنت في الجامع واستحرمت أكلمك. جامع؟ أنت هتتوبي يا نوال ولا إيه؟ يبقى ادعي لنا معاكي، سلام. أمو سوكا، أمو سوكا. مين؟ مساء الخير يا ام سوكا. اهلا مساء الخير عليك يا اخويا، ازيك يا سلوم؟ الحمد لله. معلش احنا تعبناك اليومين اللي فاتوا ده في موضوع نوال. يا اخويا ولا تعبتني ولا حاجه، تعبكم راحه. على فكره انا جايب لك معايا حتتين لحمه، حتتين موزه يستاهلوا بقك. موزه؟ النبي انت راجل امير، طول عمري اقول عليك كريم وصاحب واجب. عاوز ايه بقى يا نوال؟ فين دلوقتي نوال؟ نوال انا اديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامع غلبان. على فكره ان كل كام يوم كده اجيب لك حتتين لحمه زي دول. ايوه بس ليا عندك طلب صغير قد كده. يا اخويا انت تؤمر، طلب صغير ده انت تطلب عيني يا دول. قول قول عاوز ايه؟ طبعا انت سمعتيني وانا بقول ان عاوز اتجوز. اها حقك. الله ده انت راجل والراجل له اربعه، انت يا دوب استهلكت واحده بس، فاضل لك التانية والتالتة والرابعة. المشوار في أوله. من عايزك بقى تليني دماغ العروسة. ألين دماغ العروسة؟ طب هي العروسة تبقى مين يعني؟ جمالات قريبة كوريا. جمالات يا أخويا، هو أنت كنت عرفتها إمتى وشفتها إمتى؟ ده لسه جاية يا دوبك في الحارة وبلاش كام يوم. الله، أمال أنا جاي لك ليه يا أبو شوكة؟ عشان تلياني دماغ العروسة وتفهميها إن المعلم سلومة من كبارات الحتة، وإني هبسطها وأريحها وكل طلباتها مجابة، وكمان بالمرة تعرفي قصتها وتعرفي قرارها إيه. هديتك عندي يا أبو شوكة جلابية وجزمة وباروكة. يا اخويا هات لي موزة. وماله؟ موزة موزة. اتفضل يا شيخ. يا اهلا نورتنا ونستنا والله، اتفضل. يا ساتر، اتفضل. يا ساتر،
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخباركم؟ شو أحوالكم؟ عساكم بخير إن شاء الله. الحمد لله. من دول يا شكري؟ ده الشيخ عثمان اللي في الخليج، أخو اللي كان متجوز جمالات بنت أختي، ودول أولادها وجايين يصلحوها بكلمتين يعني. لا ده أنا لازم أجي أسلم عليه بقى. الست يعني ام سوكا بنت حلال، بنت حلال لازم تسلم على الناس كلها. اتفضل. اهلا وسهلا يا سيدنا الشيخ. والله العظيم احنا اول مره يخش في منطقتنا شيخ عظيم كبير كده مالي هدومه زي حضرتك، يعني احنا اخرنا الشيخ ناصر بتاع الجامع. الاقي شايله قطه ميته في ريحه غريبه. لا اللحمه بتاعتي لحمه. انا عم اقول لك انا عاوزه يعني سبحه كده من اللي هي بتنور الحلوه ده، هي بتنور في الضلمه ولا ريحة العود معاك؟ والله ما يغلى عليكي، بس هالحين ما عندي أنا مصاري. إنما لو أنت حبيتي يعني لو حبيتي ممكن أرقيدي مصاري. روحي جيبي العود اللي يريحك. شفت شفت زودتها في الرقص، بهدلت الاصابه بتاع الكتفه. معلش اشرب اشرب يا هيما. واربع الليله ليله هنا وسرور، احنا معمول معانا واجب. انما ايه في اهيما؟ كتاب اللي انا بحبك حب طاعون ما حبوش راجل لراجل قبلك. ايه الليله دي بتحب طاعون يا ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 الله, الله. انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه لان شكل السناره جمد. سناره اللي تغمز يا عم كبداكي دي، لو السناره غمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مش شك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيله. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضه. طيب انا اروح احبق بقى عليها ها وراجع لكم، ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي خلاص يا هيما، خلاص يا هيما، وفر الكوس ده لتيتك. يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي. شطره وشطوره. على فكره انا معجب بحضرتك جدا جدا جدا. مش حضرتك نيكول سابا برضه؟ في واحدة بره اسمها سارة بتقول عندها ميعاد مع حضرتك. خليها تتفضل. اتفضلي. ما بتردش عليا ليه؟ أبدا، مشغول زي ما أنت شايفة. ما بتكلمش على دلوقتي. ليه من ساعة ما كنا مع بعض ما بتردش عليا؟ ما كنتش عارف أرد أقول إيه أو حتى ممكن نتكلم فيه. ايه مفيش اي حاجه تجمعنا ممكن نتكلم فيها؟ انا فكرت كتير قوي يا ساره وللاسف لقيت انه مفيش. غريبه يعني، قبل الليله دي كان في كلام كتير. الفتره اللي احنا كنا بنتقابل فيها دي يا ساره انا ما كنتش انا، كنت انسان تاني. بس عشان اكون صريح معاكي، انت كان ليكي فضل كبير جدا عليا في ان انا اتخطى المرحله دي. سلمه يعني. بالعكس، انا شايف انها ايد قويه تمدت لواحد كان بيغرق خرجته على الشط. فأول حاجة يعملها بعد ما يطلع إنه يسيبها ويمشي، مش كده؟ بس إحنا يا سارة مش شبه بعض. حتى المكان اللي إحنا اتقابلنا فيه مش بتاعي. أنا أصلاً ما بشربش. الليلة اللي إحنا قضيناها مع بعض أنا مش فاكر منها أي حاجة. زي ما أكون كنت إنسان تاني. بس تعرفي يا سارة؟ الليلة دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي، لأن اتعلمت فيها حاجات مهمة أوي عن نفسي، أهمها إن أنا إنسان ضعيف
وانا بفتح باب الفيلا عندك عشان اخرج قررت ان انا مش هبقى ضيف تاني. هقفل صفحه نجوان، هفتح صفحه جديده. انت بتتعامل معايا على اني ايه يا نادر؟ شايفني ازاي؟ انا شايف ان انت من اكتر الشخصيات المحترمه اللي انا اتعرفت عليها في حياتي. سنه واضحه وصريحه، لا بتلفي ولا بتدوري، مش عايزه تخدعي حد. بس زي ما تقولي، الوقت اللي احنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط. لو كنا اتقابلنا قبل كده بشويه او بعد كده بشويه الوضع كان هيختلف بطبيعه الحال. لكن برضو انت علمتيني حاجات مهمه جدا. على سبيل المثال ان انا مش ممكن اثق في حد تاني 100%، يعني بس مش 10%، يمكن اكتر شويه. انت عارف ان انت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظريه دي من ساعه ما فكرت فيها؟ يعني كنت حاسه ان ممكن يكون في حاجه بينا اكبر من اللي حصلت. خساره. اللي حصل بينا اكبر من اللي ممكن كان يحصل يا ساره. انا شخصيا لحد ما اموت انت هتفضلي معلمه جوايا، عمري في حياتي ما هنساكي، ولو احتجتيني في اي وقت في اي حاجه انا دايما موجود وتحت امرك. سارة. مش عارفة أنا إيه اللي عاجبك في البت التمرجية دي؟ ياما دي بنت جدعة ياما، وما شفتش منها حاجة وحشة. وعلى فكرة بقى أنا عملت مشكلة ما بينها وما بين أخوها. يا واد هو أنا لما أجي أفرح بيك أفرح بيك بواحدة رايحة جاية طول الليل، يوم تقول لك أنا راجعة من النمشجية واليوم التاني تقول لك أنا بايتة كنت في المستشفى؟ يا أختي راحة فين يا بيتي يا كوريا في نصاص الليالي يا بيت؟ لا إله إلا الله. وانت مالك يا ام سوك؟ مخنوق؟ خارجه افك عن نفسي شويه، طالع عشان من شويه هوا نضيف بدل الكتمه اللي واحد فيها. خلاص الحق عليا اللي خايفه عليك للحدايد يخطفوكي. ايه ياما ده ليه كده ياما؟ كوريا ولا يا كوريا، خد يا كوريا. راح فين يا كوريا؟ معلش يا سوك سيبني وانا بخرج لوحدي. بقول لك يا كوريا مش هينفع تسيبك لوحدك تمشي بالليل. على فكره بقى الهم ما ينفعش حد يشيله لوحده، وانا اخوك يا بت الهم ابو اتنين يشيلوا اتنين. وعلى راي المثل كان فرقني اسبوع انا ما خدتش. ايوه يا كوريا ايوه كده. ايه يا سوسو ده؟ قاعد انده عليك انده عليك تسيبيني وتمشي؟ انا حسبت التاكس. طب يا حبيبي تعالى بس. طب يا حبيبي تعالى انا حسبت التاكس. تعالى تعالى تعالى. فلوس التاكس. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو فين العفش؟ انا عندي مرتبه جوه بنام عليها. مرتبه ايه ياما؟ فين العفش؟ استنى همشي الكركبه. كركبه ايه ومرتبه ايه ونيله ايه؟ هي احنا فين لما ايه ده؟ دي شقتك دي ولا ده ايه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في امريكا وسايبها لي. سايبها لك من غير عفش؟ تعالي بس. يا ابني العفش اللي انت شاغل نفسك بيه، تعالى بس هقول لك. هتقولي لي ايه؟ معلش اصل انا بس في حاجه بيني وبين العفش. فين العفش؟ هي كان فيها عفش. ايوه. وانا بعته. ايوه. عشان اصرف. لان الفلوس اللي ابني بيبعتها لي. ايوه. ما بتكفيش الشرب والسهر. تعالي. لا استني بس استني بس. انا نسيت البتاع تحت. انا هنزل بقى اجيب سجاير لان انا معيش ولاعه. عشان هقول لك يا سوق. والله يا سوق دقيقتين وهطلع لك على طول. ما الكشك قريب، الكشك قريب. بص يا كوريا، ابراهيم صاحبي وانا عارفه كويس. اي نعم هو مجنون وما بيحبش الا نفسه ورايحه منه، بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال لك الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير، ما بقاش حد ليه حاجه عنده. أنا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده طقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوكا أنا بيت. يا جدعان أنا بيت. بيت؟ إيه؟ ما يغركوش شكلي. ده أنا جوايا حتة عيلة صغيرة لسه بضفاير. عايزة اللي ياخدها في حضنه. ليه طبطب عليها؟ اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوه للبنات ده. اي حاجه. نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا، ما يبصش لواحده غير. صعبه دي؟ جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده، ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوه لبعض في المدارس دي. انت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم، ولو ثواني يخطف بوسه من على خدها، ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم. مع اني من جوايا ابقى مبسوطه. يا
تنسوه كده، انا حاسه من كتر ما انا عامله راجل من بعد ابويا ما مات عشان اعرف اعيش. انتوا ذات نفسكوا نسيتوا ان انا بيت. ده حتى هيما ذات نفسه ما كانش بص لزباله الحريم، ولا كان في حياته خطيبه ولا حبيبه ولا اياته حاجه. تنسوه كده نايمه بقى بيبصني كاني راجل زي ما بيبص لك بالظبط، كان واحد صاحب. بقول لك ايه، انت قلبتيه حزيني ليه كده؟ فكيها بقى. طب عشان خاطر سكت حكي. طب حاسس ان انا بتحكي؟ انت حكي بقى كوره. طب اقول لك حاجه، اغني لك الاغنيه بتحبيها. الحلو والنبي تا تا تا، كوريا والنبي تا تا تا، والنبي تبسم ترارارارا. يلا غني معايا. الحلو والنبي تا تا تا، تبسم والنبي. ده انا اللي تبسم يا عتبه. الحلو والنبي التاتا، دي كوريا والنبي. اتحكي بقى اتحكي ولا يهمك. انا جمعت حضراتكم النهارده علشان ابلغكم اني منسحب من قضيه مدام هايدي تماما، ودي كل الاوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحامي تاني. اتفضل يا ابو طالب بيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تنسحب؟ في ايه يا نادر؟ مفيش اي حاجه، في محامين كتير جدا مش لاقيين شغل. ليه يا نادر؟ ايه بس اللي حصل؟ والباشمهندس مش عايز يعرف هو كمان ايه اللي حصل؟ انا فاهم كل حاجه، بس ما بحبش اتسرع زي عمي. تمام، يبقى انا محتاج اعيد الكلام ده وللمره النهائيه. ابو طالب بيه، انا كنت بتابع قضيه مدام هايدي بصفتي صديق للاسره مش كمحامي، لان انا كمحامي مش شغلتي ان انا اعمل لها بطاقه مضروبه، ده ضد شغلي، ومش شغلتي كمان ان انا اهربها لان ده ضد مبادئي، ولا شغلتي ان انا ازرع لها عين في مباحث الاموال العامه لان ده ضد القانون. انا كنت بقوم بكل ده لصالح هايدي وصالح القضيه وصالح حضراتكم طبعا، لكن لما اعرف ان انتوا رحتوا زرتوها في بطن البقره اللي انا شخصيا ما اعرفش مكانها فين، وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي، هنا لازم اقول ستوب، ما اقدرش اكمل. ليه؟ لان اللي انتوا عملتوه ده هيضر هايدي وهيضر القضية وممكن يقفل المكتب بتاعي، وانا ما عنديش استعداد للكلام ده. احسن برضه، اهو نشوف محامي تاني احسن منك. شت، وبعدين بقى اسكت خالص. اي يا دكتور نادر، بس من غير بس ولا يا دكتور، كلامي كلام نهائي يا ابو طالب بيه. ورا القضية معاك وربنا معاك. الو بونجور، لو سمحت انا كنت عايز اعمل اوردر بالبضاعة اللي عندكم. لا انا عارفة انا عايزة ايه بالظبط. انا هفتح محل صغير ان شاء الله. المكان هي منطقة اسمها بطن البقرة. بطن البقرة هي منطقة في مصر القديمة ورا جامع عمرو بن العاص. لا أنا لسه بجهز، أنا كنت عايز أعرف بس سيستم الإقساط والتسليم. خلاص هكلمك على بالليل، هقولك أنا عايزة إيه بالظبط وأفهم منك. الأوردر باسمها هاي جمالات. أنا متشكرة قوي، ميرسي، باي باي. قولي لها أنا عايزة اتنين. في إيه يا سندس، عايزة إيه؟ أنا عايزة اتنين. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اللي أنت عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هايدا هانم؟ ازيك يا سندس؟ أهلا وسهلا. ها قولي، عملت إيه مع السمسار؟ إحنا لازم نلاقي محل النهاردة، مش معقول بعد كل اللف ده ولسه مش لاقيين محل. أيوه هانم، إن شاء الله هنلاقي يعني. أصله في إيه مالك يا شكري؟ أصله بصراحة طلبنا، يعني أنا كنت جاي مخصوص علشان موضوع يخص حضرتك يعني. طب ما تتكلم في إيه؟ الجدع اللي اسمه سلومة الجزار ده كان عندي في البيت يعني. طيب وأنا مالي؟ الموضوع يخص حضرتك يا هانم. أنا فهمت، يعني في إيه؟ كان طالب القرب مني، يعني طالب يدك مني يعني. نعم؟ لا أنا ما قلتلوش حاجة، أنا قلتله يعني لازم نروح لهانم وناخد شروطها. شروطها إيه؟ هو أنت خالي يا شكري ولا أنا جمالات ولا مين سلوك المقرف ده أصلاً عشان يطلب إيدي؟ لا يا هانم، أنا كنت يعني قلت برضه أجي لحضرتك علشان يعني لما ترفضي نقدر نقول له إحنا رافضين ليه يعني. هو إحنا لسه هنوافق وهنرفض؟ بص يا شكري، من هنا ورايح المواضيع اللي زي دي انت تخلصها بمعرفتك، انا مش عايز اسمع عنها اصلا. حاضر يا هانم، حاضر. طيب وهنشوف المحل امتى؟ ان شاء الله يا هانم، وانا راجع بكلمك. طيب بس بسرعه. حاضر يا هانم، اقعد بالعافيه. انا عايزه اتنين العب فيهم. ده اللي كان ناقص، سلوك الجزار. عايزه اتنين العب فيهم، أنا واحد وسعد واحد.
عايزه اعمل كده. أوه. يا سندس يا حبيبتي انا بشتغل، ممكن تسيبيني اشتغل؟ بس يا سندس انت ضربتيني. لا انت اللي ضربتيني. جاتك ضربة يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. ما تفتحي يا ولية. يا حبيبتي جات فيكي، تعالي تعالي انت جيتي عود عود عود. ترى يا بيت انت مش ناوية تعقلي بقى وتطلع على بيتي يا بيت؟ انت بقالك جمعتين في الجامع، الشيخ ناصر خلاص هيكفر منك كده. هو الله، وهو ماله هو؟ وانا كنت نايمه في بيته؟ ده بيت ربنا. ايوه هو بيت ربنا، بس انت خلاص ما انت شايفه نفسك يا بيت، وشك بقى قد اللقمه. ايوه لا اكل ولا شرب ولا حموم، عفنتي، ده قله قيمه على الفاضي. وكلكم والنساوين امات الخمار دول كوم يخلوني اصلي معاهم كل صلاه بالعافيه. صدقي بالله يا بنت انت، سلومه ده اهو له الجنه انه معاشر واحده زي علشان خاطر تخربي بيتك وتسيبيه وتطفشي علشان عايز يتجوز. طب ما يتجوز يا اختي ولا يولع بجاز. الله، طب ما هو يجيب هم على هم. انت ايه اللي مزعلك يا بنت؟ ها انا تعبت قوي يا مسوكة، مفيش حد قصدته الا وبعدي. يا بنت انا هجيب لك من الاخر، انت تطلعي بيتك تستسمحي جوزك. ايوه نار سلومه ولو جهنم من الشوارع يا بنت، انت بقيتي شبه القط اللي مسربينه في الخرابه يا بنت. وهي عاملة ايه دلوقت؟ ومين هبل عليها الوقت؟ مروان نوراني حياتي. شوفوا وجودك عامل حس البيت ازاي. ربنا يخليك لي يا حبيبي. وهي عاملة ايه دلوقت؟ ومين هون عليها الوقت؟ هي كويسة. قول يا حبيبي. ابا تعملي ايه؟ لا ده مش كده، ده شوط واحد. ها؟ يلا تشيرز. أنا مش عارفة إزاي كنت هتجنن وأنزل مصر وأسيبك، أنت أحلى راجل في الدنيا. وبعدين أنا دلوقتي اتأكدت إن أنت بتحبني فعلا. ميرسي يا حبيبي. حبيبتي أنا فعلا بحبك، وأكبر دليل على إني بحبك قلتهولك وهفضل أقولهولك. مين الإنسان الوحيد اللي أنا خدتها عشان تشاركني رحلتي وكل اللي أنا بعمله؟ مش أنتي؟ الخاتم ده ولا حاجة ولا حاجة. بحبك. ايه ده يا ستر؟ يا ستر مالك؟ تعالي في حضني كده، تعالي تعالي. الله عليك ورق العنب. انا ورق العنب؟ حبيبي طبعا. انا نفسي افضل في حضنك كده على طول، تعدي السنين وتعدي الأيام كده كلها. الله عليك ورب العنب. السلام عليكم يا معلم سلومة. أهلا أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استشكر يا أبو نزب يا غالي. ولا ريشة، هات كرسي وحاجة ساعة. لا يا حاج سلومة، الموضوع مش محتاج قعدة ولا حاجة ساقعة. أنا جاي أقول كلمتين وأتوكل على الله. قول يا سيدي. أنا رجعت للست صاحبة الشأن عشان أقول لها الكلمتين اللي أنت قلتهم. صاحبة الشأن بتقول لك مش عايزة تكون خطافة رجالة من مراتاتهم. الست دي ضاقت كاس العذاب من جوازاتها الأولانية، ومش عاوزة تدوق أي بني آدم من نفس الكاس اللي هي شربت منه. يا جدع انت اقعد اقعد بقى. الله اقعد كده وصلي بينا على النبي. وبعدين كل الحاجات اللي انت قلتها دي مقدور عليها، سهله ومش مستاهله وحلها عندي. بقول لك ايه يا معلم سلوم، انت غاوي مط ولدت وعجني ليه؟ لوك 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 لوك، هما كلمتين ما عايزاشي ما رغباشي فيها يا معلم سلوم. تاش فاهمك انت في الحريم يا استاذ شكري.
انت راجل صعيدي يعني بتطخ على طول. وبعدين موضوع الحريم ده حله عندي انا. انت لحد كده وكتر خيرك، عملت الواجب وزياده، مش هنحتاجك غير في المناسبات وبس. احب على يدك الزفره دي عشان خاطري بقى، صدق مش عايزك فيه يا راجل، كل واحد هو حر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه غريبه، الراجل هيتجوز عليكي. ولا ريشه، شوف الست تشرب ايه. مش عاوزه حاجه. ست بقيت ست يا سلومه. ايوه ست، ام الراجل وبعدين اسره احسن من طول. امور يا ست نوال. عاوزه ارجع بيتي يا سلومه. انت من امتى ليكي بيت؟ فتشني فتش. الله، ما خلصنا يا سلومه وانت اتشرطت وقلت لما وافق انك تجيب لي دره ارجع البيت، واديني بقول لك امين. وهو البلا اللي ربنا بلاني بيه اسم. ما كانش اتعزى يا ست نوال. وبعدين حكايه لمؤاخذه توافقي وترجعي دي انسيها، كل وقت وله كلام. دلوقتي جدد في الامور امور، وسبحان مغير الاحوال، اللي يجي لك يمين يروح منك شمال. يعني ايه يا سلوم؟ انسي. زي ما انت شايفه يا ست الكل، شرح وبرح ويجري فيه الخير، ده مش كده وبس، ده واخد نصيتين. لو في حنفيه تغسلي فيها الاطباق وتغسلي ايدك وتتشطفي كمان. اتشطف؟ هقول لك. تعالي 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 اتفضلي. في احتاجينك في مغسله. ايه رايك بقى يا جواد؟ محل بوجيتين وعلى شرعين، والرجل هنا ماشي طوالي على طول شغاله يعني. نوت باد، نايس. تقول لك نايس؟ ها؟ نقول على بركه الله يا ست الكل. ما قالت لك نايس، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ I need a fake copy like this one. Okay. How much will it cost? 2,000 euro. Nice. It's very nice. Thank you. سلومة ده هو راجل ولا كل الرجالة، معلم من المعلمين بقى الحلوين قوي بتوع زمان. مركز وقيمة وسيمة وهيبة وفلوس. ده انت تتقبطي دراعه كده هو وتمشي تتقلطي على مخاليق ربنا وتتعنطزي عليهم. وانت حبة عيني مكسورة، اتجوزتي راجل مكحكح مات وسابك، لا تهنيتي برجال ولا تهنيتي بمال. لكن سلومة ما شاء الله، هو ان شاء الله ان شاء الله هيكون العوض ليكي بإذن الله. اسمعيني يا طنط، انت لو اتكلمتي معايا في الموضوع ده تاني انا هسيب عليكي كوريا. وبعدين انا ما اسمحش لأي حد انه يتطفل على حياتي الشخصية بالشكل ده. نعم يا اختي. ايه بتخوفيني بالست كوريا بتاعتك؟ لا يا حبيبتي انا ما بخافش يا عمر. وبعدين قاعده تكلميني بالنحوي تقولي لي اتطفل وانا طفلاشي؟ لا خليكي قاعده كده هوت زي الكلب بودك في بوس كوريا، محدش هيشمك ولا حد هيعبرك. ما هو اصل الفقر له ناسه. جاتك القرف عليكي وعلى عيشتك. يلا يلا ودي اسم الله. قال سلوكه الزفت. قال بقولك ايه؟ من غير توتر، انا المرات دي جاي لمصلحتكم مش ضدكم. احنا كان عندنا حملة في المنطقة، فقلت اطلع للأنسة كوريا اقولها ان تقرير الحي صدر، وفعلا البيت محتاج اخلة وتنكيس. يعني الموضوع هيتحول لقضية، انا كل اللي اقدر اعمله ان اخر لكم المحضر شوية انه يروح للنيابة، بس طبعا ده مش كتير لغاية ما تحلوا الموضوع. ودي هو انا الصراحة يعني ما عنديش تفاصيل كتير عن الموضوع، بس انا هبلغ كوريا. هي قالت لي صحيح انك كنت عايشة في الخليج مش كده؟ في الخليج؟ كنت في الخليج. طبعا فرق كبير بين العيشة هنا وهناك، يعني باين حتى على طريقة لبسك وكلام. هو فرق كبير الحقيقة. صحيح. طيب ده الكارت بتاعي، يعني لو حصل اي حاجة او لو حبيت تكلميني من غير ما يحصل حاجة. ميرسي، متشكرة اوي. شكرا. انا سامع انك بتفتحي محل جديد وعامل افتتاح كبير. ده حقيقي. بس حضرتك عرفت ازاي؟ ما انا ظابط المباحث المسؤول عن المنطقة، لازم ابقى عارف كل حاجة. معلش سوري نسيت. طيب مش هتعزميني ولا ايه؟ ولا هعزم انا نفسي؟ لا اكيد اكيد، تشرفنا اكيد. تفضل. متشكر جدا. عن اذنك بقى، الكارت معاكي بقى، في تليفوناتي وكده. ماشي، عن اذنك.
يلا يا قمر. ربوطي حلو. حاضر. ده انت بتلبسيها ليه؟ هاخدها معايا المحل. نعم محل ايه وتنزليها فين؟ ما انت نازله كمان المحل بتاعك، مش هنسيبها لوحدها في البيت. طب ما تسيبها في البيت وتسكي عليها زي ما انا بعمل. تسكي؟ ايوه تقفلي عليها يعني. لا انا مش عايزه اقفل عليها، انا عايزه انزلها معايا اسليها وتسليني. يا سلام تكونش يا اختي قريبتك وانا معرفش. اه خالتي زي ما هي خالتك. انا في وداني انزلي تحت في الحاره قولي انها مش خالتي. فيه؟ خلاص يا اختي هروح معاها وهنسيبك ونسك عليك هنا لوحدك بقى كده. اه ماشي اختي روحي معاها. اه خديها احسن من حبستها برضك هنا. بس بقول لك ايه بقى والنبي يا اختي، بلاش عوجه اللسان ورطني بالاجنبي ده. ادام نويتي تنزلي استرزاقي هنا في الحاره النسوان مش هتفهمي، وانا من النهارده كل يوم بالليل اقعد معاكي شويه اعدل لك لسانك ده واكسب فيكي ثواب بدل ما انت عامله زي النسوان لما مؤاخذه كده. نعم ايوه يو يعني ايه الدنيا هتتهد خير؟ عايزه مننا يا وش البومه تاني. ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نواله خالتي جارتنا. نعم عاوزه ايه؟ عاوزه اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. يا نهار ابيض يا الف نهار مبروك يا اختي. روح روح رب له الشربات اواه. ايه استني يا خالتي، هو اي فرح تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده القطع اللي بينا عايشين فيه ده. اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي، شرع ربنا محل للراجل اربعه، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا اوليه يا عايبه؟ يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكره كل النسوان زيك خطفت رجاله ثم تعالي هنا بقى، هو بقى يرجعك عشان كده؟ قومي من هنا زباله الحريمه دي. قوم قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل اطلعي يا اختي اطلعي، انا حق علينا فتحت. انت هنا يا راجل يا قفص، اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنت شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاكي. لكن ازاي راجل كل عشته مع البهاي اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاه؟ في ايه؟ هي عاملين ريحه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده؟ انت حدك حشرك حدك بسرتك واحده وباقيه على جوزها، انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان ست جمالات. ما تسيبي صعبة الشأن تقول رأيها، وانت لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة شأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزة تتجوز على درة عشان ما تظلمهاش. انا جايب الدرة لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقة امين. عاوزة ايه تاني؟ يا خرابي لا هي جاية بنفسها عشان تطلب ايد البنيه اللي بسلامته. لا حول ولا قوه الا بالله على ذل وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايتها حاجه. وبعدين معاكي بقى يا الله ست جمالات، انا جاي وطالب ايديكي على سنه الله ورسوله، وهكتب لك شقه مطرحين وصاله في عماره اللي فيها المحل، هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط وكل تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس والخد التانيه الفده التانيه من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانه المسكينه دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحده تانيه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المرايه قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برايك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمه على عظمه جولي جدع بنت. انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجي تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش بالشارع. طب قسما عظمه نرميكوا في الشارع رمية الكلاب حتى لو جبتولي مال قارون. ماشي يانا يانت هتقعوا مني فين؟ مشيلك يا لحمة تجيني على المفرمة. انت واقف هنا بتعمل ايه؟ شيل ده يا انت ومراتك عليكوا على اللي عايز يعرفه. شفتي يا كوريا الراجل الناقص قايل لك تكوا ستين نصين نصيب عليكوا كلكم. عملت لك اللي في دماغك بس اديك شفت. هو احنا لينا غير بعض يا سلومه؟ ده انت اللي طلعت بيه من الدنيا عاوز تبعني وعشان خاطر مين يا سلومه؟
اهي بعترض كرامتك في الارض وخليتك ما تسواش فرد شبشب مقطعه. بالراحه بالراحه، خف صابعك اللي عامله زي المخراز. ايه بتكبسي جاموسه؟ كفايه كفايه، جبتي تعبتني. بس الشهاده لله، الوليه اللي اسمها جمالات غلبانه، هي العقربه اللي اسمها كوريا دي اللي ورا كل المصايب. لكن انا هخرب بيت الاتنين، يا انا انت يا كوريا في البيت ده، يا انا انت يا كوريا انت وقريبتك يا كوافيره الحمير. True copy of the original and no one can doubt it. It's a very nice piece. Thank you. You're welcome. Thank you very much. I hope to see you again. Okay. You're welcome. ادخل. انا اسف يا دكتور، هاجي لحضرتك بعدين. تعال هنا. ايه شايفني قلع هدومي؟ ايه عاوز ايه؟ الأداة بتاعت الشركة المتحدة، كنت عايز ابلغ حضرتك التطورات بتاعتها. مش عايز اعرف اي حاجة. ومش حضرتك محامي؟ ايوه. خلصها كلها من الالف للياء. انا دكتور؟ ايوه انت. وقول كمان زمايلك اي واحد كنت مديه قضيه قبل كده يعمل فيها حاجه يخلصها. مش عايز اعرف اي حاجه عن اي قضايا، مفهوم؟ انا بديكوا فرصه عمركم، واللي هيفشل فيكوا هرميه بره وهجيب غيره، مفهوم؟ تحت امرك يا دكتور. اتفضل. ايوه رجاء، ازيك؟ انت فين؟ عندي ايه؟ دكتور التجميل؟ ما شاء الله. لا يا حبيبتي مش عايز حاجه، خليكي في اللي انت فيه. يلا سلام. بقول لك ايه، هاي ده هانم، ما تنزلي تشوفي باب الرزق الجديد اللي انت فاتحاه ده، لازم تهتمي بيه. نربي رجلي جديده، امال ايه؟ مش محتاجه قاعده. امال انا جايباك ليه يا استاذ شكري؟ مش عشان تكلمها وتفهمها ونخلص من الموضوع ده؟ انا مش عايزه مشاكل مع الناس اللي في المنطقه كل يوم والتاني، وقلت لها هدفع لك فلوس تنكيس البيت عشان نخلص من سلوكه الجزار اللي بنطلنا كل شويه والتانيه وهي اللي مش راضيه. وانا قلت لك 100 مره دي امور شخصيه، بتحشري نفسك فيها ليه دلوقتي؟ ما قلنا بقى حوار مسمار جحا اللي عايزه تدبولنا في قلب المكان ده مش هياكل. بقول لك ايه، ايه كفايه العرق الصعيد اللي فاتت جوه ده نفوخك ده. الهانم عايزه تديلك مبلغ محترم، المبلغ ده هينفعك يا ست. اعتبريه مقدم جديد للإيجار، اعتبريه بلاش مقدم جديد، اعتبريها جمعية ودخلت فيها وانت بطيها الأول وبتقصتي بعد كده طرنشات يعني كل شهر عشان نرمي المبلغ ده لسلوم الكلب عظمه ويتلهي فيها. نعم نعم، وهي هتفضل بقى عدلنا هنا مصبحنا ومبسيانا لغاية ما الفلوس دي كلها تخلص؟ ليه يا خال؟ هو انت مش قلت لي انها كام اسبوع هتزح من هنا؟ ده على اساس ان انا اللي طايره من الفرحه بعدت هنا ومش عايزه امشي؟ اسمعيني كويس، الظابط اسمه ايه علاء ده جالي من فتره وقال لي انه البيت ده لازم يتنكس فورا والا هيبقى في قضيه وهيضطروا يخلوا البيت من السكان، بس هو يعني يقدر يعطل شويه المحضر عشان يحل الموضوع بشكل ودي ومن غير مشاكل. الظابط ايه يا حلوه؟ جالك؟ ده امتى وفين ان شاء الله؟ والله ومشينا امورنا ونسيب ده الحكومه وبقينا قرايب. انا كم مره قلت لك بطلي اسلوبك الفالجر ده؟ انا ماليش دعوه، هو انا اللي رحت له؟ هو اللي جاني لحد هنا وخبط على الباب وقال الكلمتين دول ومشي. وماله يا ناس، فيها ايه؟ فيها ايه؟ طالما الظابط ده طيب وابن حلال نخليه واقف بصدنا واحنا بندي المبلغ لسلومه عشان تبقى الحكومه شاهده على الفلوس. ايه اللي انت بتقوله يا اسطى شكري؟ ده ظابط مباحث. هو انت نسيت انا مين وبعمل هنا ايه؟ انت عايز تدخل ظابط مباحث في حياتي؟ واحنا مالنا يا اختي؟ واحنا كنا احنا اللي دخلناه؟ ما هو اللي حشر نفسه بنفسه، هو اللي مش قاعد على حامي ولا على بارد من ساعه ما شافي، ده هو اللي مهزق نفسه عشان ده بيعمل عمايل الصراحه ما يعملهاش امين شرطه ولا عسكري. وانت فكرك انا ما شفتوش يوم ما جه ومفتتح المحل عشان يطل؟ شفته يا جولي، شفته وهو ماشي يا فايق قمر عايز. هو انت شفتي يوم الافتتاح؟ ايوه يا اختي شفته. تعالى كده خال، تعالى خال والنبي معلش. شفته يا جولي. بقول لك يا حبيبتي اقعدي اقعدي. انا عايزه انصحك نصيحه لوجه الله، مع انك ما تستاهلهاش، بس انا انصحهالك برضه. بصي يا حبيبتي، سيبك بقى من جو الهوانم وجولي ومولي ودولي وهايدي ومايدي والجو ده. عيش عيشتك اللي انت عايشاها دلوقتي. يعني انت دلوقتي اسمك ايه؟ اسمك جمالات. وشكل الجمالات وساكنه في بطن البقره ومعاكي بطاقه بتقول ان الجمالات تحطيها كده في عين التخين. ده انا لو اتعكشت كده وخدوني على الاسم تروح انت تضمنيني وتطلعيني على ان الجمالات، يبقى لازمته ايه بقى شغل القط والفار اللي انت عاملاه مع الظابط ده؟ ثم تعالي هنا، انا مش فاهمه هو ازاي مشكش فيك لغايه دلوقتي. انا الصراحه لو مكان وظابط وانت بتعملي الحركات بتعمليها دي كنت شكيت فيك. اه واحده اول ما اشوفها تسورق، يا اما كده تروح وتزوغ مني في الكلام.
هو في ايه؟ ده انا كنت قلت عليك يا اما تاجرة مخدرات يا اما لمؤاخذة بتجري في الاعضاء البشرية. بصي حبيبتي فكي كده، فكي كده وخش على الراجل بصدر عشان ما يشكش فيك، لو شك فيك هيقعد ينبش وراك، انت هتزعلي بعد كده، انا قلت اهو خلاص. الله عليك الله عليك يا كوريا يا بنت اختي. ايوه كده، يا سلام لما الغزالة تبقى رايقة، كلامك ده دخلنا خشيش يا بنت. اي خدمة خير. بقول لك ايه؟ معاكي موبايله؟ ها؟ يو نمرته يعني؟ لا انا مش معايا نمرته، انا معايا كارته. لا هو مش معايا، هو اداني كارته بس انا ضيعته. طب خش يا اختي دوري عليه، خش دوري عليه وانا هكلمه ورسع الحوار كله. خش خش حبيبتي ربنا يهديك. خش حبيبي. انا بعت كل حاجه عشانك انت، انا عاوزه احس ان انت ليا، ان انت ليا لوحدي. وبعدين يا مروان لو انت بتحبني بجد ما كنتش هتبقى معترض على الجواز بالطريقه دي. انا مش عاوزه اتجوزك عشان خاطر الفلوس ولا عشان خاطر اي حاجه، انا عاوزاك انت بس يا حبيبتي. احنا مش اتفقنا ما نتكلمش في موضوع الجواز ده تاني؟ وبعدين انا مش فاهم ايه فايدته الجواز يعني، ما احنا الاتنين عايشين مع بعض اهو احسن من اي اتنين متجوزين. وبعدين بص حواليك هنا في المكان اللي احنا عايشين فيه، بيبقوا عايشين مع بعض ومخلفين عيل والتاني والتالت والخامس، وبعدين بيفكروا اذا كانوا يتجوزوا ولا لا. بطلي بقى يا حبيبتي، بطلي الحاجات القديمه دي. انا بحبك قوي. ها يا حبيبي. نوم العوافة ورا العنب، نام يا عم. يا سوكا جو تامر حسني اللي انت عايش فيه ده، ما تنشف يالا انشف. يا ده يا سوكا احنا اللي زينا ما ينفعش يفرمل عشان يقف يزعل، احنا ياض عاملين زي الطور، الطور مننا لو عيطت الباقي التيران تدوس عليه. انشف يا سوكا، فك البت دي من دماغك، البت دي مش ليك ياه. واتقل وغني غني، الغنى ده هيخلي النسوان ياض تترمى تحت رجلك. ما تبصش وراك يا صاحبي عشان رقبتك ما تتلوحش. يا مجننة يا صاحبي، لا عارف اشوفها ولا عارف اكلمها، واذيتها في شغلها واذيتها عند اهلها، مش عارف اعمل ايه يا صاحبي. انت خبق يا سوكا بجد وربنا، انت خبق. ياض جو النحنح ده ما بقاش ياكل، اركب على كتف اللي قدامك عشان تطلع، ولو وقع اردم على امه. فكك بالبت دي يا سوكا، البت دي مش بتاعتك، اتقل عشان تاخد حاجه نظيفه. يا واحده كده مستريحه ومعاها فلوس. ما تخيبش خيبت اخوك يا سوكا، ما تخيبش خيبت اخوك. انا مش زيك يا كبتاجي، وعمري ما هبقى زيك. بقول لك ايه، صوابعك مش زي بعضها، انا ياما اتمشى شويه حاسس ان الدنيا كلها جايه على صدري. ربنا يهديك يا صاحبي، سلام. الواد سوكا بقى يتفرج على تركي كتير، الواد ضاع. اللهم صل على النبي، ده كاظم الساير في الحاره عندنا ده ولا مين؟ الواحد ياض يا كبداكي طلع ليه في القيافه ولا كان عارف، فجاه اكتشفت ان انا سكسي. اه ودي قلبتها دي من واحد ده ولا ايه يا طاعون؟ لا 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 لا، انت تعرف عني كده يا صاحبي؟ دي بدله الشغل. اصل اخوك اشتغل بودي جارد في الكباريه ياض اللي سهلنا فيه اخر مره ساعه ما سبتنا ومشيت مع الوليه القرشانه. شغل شمال اه، بس شمال على نظافه، بالبدله والكرافته والشوكه والسكينه، تقلب الزبون اه، بس هو بيقول لك ميرسي وشكرا وبرونتو. لعبت وارتاحت يا طاعون، لعبت وارتاحت. طب ما تاخدنا يا عم على جناحك، ده اللي يطير لوحده يقع يا صاحبي. انا نازل بدري دلوقتي عشان مدير الصاله يفطمني على الشغل، اقول له شوف لك على شغلان. لا شغل مره واحده، انت خدمتك ليا ان انت تسهرني سهره في الكباري ده، وانا عارف سكه. يا قليل الادب، عينينا اعتبر الكباري كباريهك والطاعون طاعونك. جد انا بحبك، عيب اصحاب انا وانت ولا فاكرين الماضي لا مؤاخذه ولا اهبى انا بقى يا برنج. سلام سلام يا هيمو.
تعالي بص بقى اهو كله حطيت له ورق وطبقته. شوفي بقى انا عايزه منك حاجه مهمه. شوفي يا سندوستي عايزاكي تعملي ايه بقى؟ جلاليب بيض وطرح بيض عشان النسوان اللي بتروح الحج بيبقوا عايزين يلبسوا كده. حاضر يا حبيبتي هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طب وبقول لك ايه؟ ايه؟ الواد سعد ابني لما يجي اوعي تدخليه الا لما تغطي بتوع دي يا اختي. ها؟ ماشي هغطيهم واتغطى انا. مساء الخير. انت مين يا ابني؟ ازيك يا امي؟ مساء النور. ايش انا ما اقصدش اخضك، هي كل مره بتيجي كده. اهلا وسهلا. انا الانسه كوريا كلمتني بخصوص موضوع البيت وقلت لها ان انا حاجة استناها هنا عندك في المكان. وتستناها هنا ليه؟ البيت بيتها والشقه شقتها. انا مالي؟ ايوه ما انا عارف. انا قلت يعني اجي ابارك لك على المشروع الجديد بتاعك خصوصا يعني اليوم الافتتاح كانت الدنيا زحمه جدا ومعرفتش ادخل لك. ليه هو انت كنت موجود يوم الافتتاح؟ هعتبر نفسي مش ضابط مباحث وهصدق انك ما شفتنيش. لا انا فعلا ما شفتكش. وبعدين انت بتحقق معايا ولا ايه؟ لا لا ابدا خالص. هو كل الموضوع يعني تقدري تعتبري نفسك انك مطلوبه امنيا وانا بعتبر نفسي ضابط شاطر زي ما بيقولوا وحاسس كده والله اعلم اني هعرف اوقعك. السلام عليكم يا سعاده الباشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اهلا بيك. منور الدنيا كلها. انا قلت اجي لكم كده نقعد لوحدنا الاول عشان اشوف طلباتكم ايه. نورت يا بيه. احنا جايين علشان نقول كلمتين او رد غطاء. اتفضلوا تحت امركم. بص يا سعاده الباشا، الراجل سلومه صاحب البيت ده راجل واطي ياكل مال النبي. احنا جهزنا له الفلوس وتصرفنا له فيها بس عايزين نديها على ايد الحكومه. ليه بقى؟ علشان لما يقفش الفلوس لو فكر بس انه يقل معانا ولا يلعب معانا الدنيئه الحكومه هي اللي تتصدر له مش احنا. بس انا شايف برضو ان احنا لازم نمشي الموضوع ودي لان انتوا في الاول وفي الاخر جيران والشوكوا في وش بعض. عموما احنا هنقفل المحضر اللي هو عامله عشان التنكيس بالتصالح وهنحط تاريخ جديد لبدايه اعمال التنكيس وطبعا عشان تقرير الحي. وانا كده كده هعمل لكم محضر بالصلح وهاخد لكم عليه تعهد بعدم التعرض. صح. عين العقل يا باشا. ايوه بالذات بقى يا باشا موضوع عدم التعرض ده. ليه بقى برضو؟ علشان هو من ساعه ما تقدم لها عشان يطلب ايدها وهي رفضته وقالت ما يلزمنيش وهو شايل منها ومعبي عايز ينتقم مننا كلنا كده. لا طبعا وانا ما اقبلش ان اي حد يضايقكم او يتعدى عليكم خصوصا يعني وانا موجود. ربنا يخليك لينا يا باشا وينصرك على مين يعديه. Remember this? Of course. Do you want to sell it? No, I want a similar one to make it them earrings. But this is very hard. It's impossible. How can we find a piece like this? I'm ready to pay any price. Okay, Mr. Marwan. I promise you I'll do my best. Thank you. Remember. Sure. Thank you. Welcome. Bye. بقولك يا بنت في كيس ناقص من الحنة دي، شكلك ضربتي عليه. والله ما خدت حاجة يا اسطى. لا أنا شاكة فيك، شعرك متحني من قدام كده ومسود. والله ما خدت حاجة. طب قوم اقلع لي الشرب ده وريني. السلام عليكم. عليكم السلام. بقولك إيه؟ عايزك بره كده في حاجة. يا عم خليك يعني خلاص شايف الحليم مقطعة بعضيها في قلب المحل. مالك؟ شكلك شايل طاجن ست. هاجر ما راحتش المستشفى وأخوها حابسها في البيت واخد تليفونها من ساعة اللي حصل في الفرح. ورحت الوليه اللي بتنظف معاها قالت لي برضه ما جاتش ومش عارف اعمل ايه. طب معلش خليك وراها يا بنت جدع. خليني ورايا ايه بس؟ ما انا مش عارف عنها اي حاجه، خليها ورايا ازاي بس؟ طب بقول لك ايه؟ تعرف عنوانها؟ اه عارف عنوانها. ماشي يلا بينا. ايه على فين؟ مالكش دعوه انت بقى، انا احل لك ام المشكله دي. يلا. بقول لك يا بنت خلي بالك من المحل على ما اجي. خلي بالي ايه؟ مفيش زباين. بقول لك مش رايحه في حته. انا اسف انا اسف. الانوثه مش بس لبس وشعر وميك اب، لا لا الانوثه لايف ستايل، اتيتيود، يعني حاله، احساس. انت مش لازم تهتمي بانوثتك عشان الراجل بس، عشان جوزك او خطيبك، نو، عشان نفسك. الانوثه بتبان في المشيه، بتبان في الجست، في الحركه، بتبان في الحاجات دي. لازم ما تبقيش مكسوفه انك انثى، ربنا خلقك انثى، سو يو هاف تو بي براود طول الوقت. تبقي فخوره كده، حاسه ان كده انا مبسوطه ان انا انثى، حسي بانوثتك. الله ينور عليكي يا ابله، ده انت كلامك عامل ولا كلام الستات اللي بتطلع في التلفزيون. طب ما تسيبك من الدرس ده يا ابله، احنا مش تلامذه، ما ينفعش تبقى لنا الهدوم دي بالاسم. يا بنت انت وهي اختشوا على دمكم ودم اللي جابوكم. عايزين تلبسوا المشاخلع والمدلع والملمع من غير ما تدفعوا؟
شحات عايز ياكل عيش فينو؟ اهو النبي يا ابله، ده احنا حتى غلابه ما معناش نحط قمه فلوس في الشفتشه والمقطع والمباين. ده كل هنا ماشي كده بالقسط وشغالين زي الطلوقه. طلوقه؟ طيب خلاص امشوا انتوا دلوقتي وسيبونا افكر. ماشي سلام يا ابله. باي. امشي يا اختي امشي. الله 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 الله، اشي اخضر واشي احمر واشي اصفر، ده انا ولا في اشاره مرور. مؤاخذه، انا والراجل ده عايزين نتدلع، ممكن تدلعينا يا مكنه؟ انتوا عايزين مني اي حيوان انت وهو؟ لو ما طلعتوش دلوقتي بره هجيب لكم البوليس وهحبسكم. احبسينا؟ هو فين الحبس ده؟ ده احنا